استوديو هارون يلقي علينا درسا في التضحية والإخلاص، وعبرة قاسية للنفوس الرخيصة التي تهدف إلى الشر والرذيلة والانحطاط في الأخلاق والتفاني في سبيل الحب الطاهر، ويرينا صورة واضحة عن النفوس الحائرة المتمردة الثائرة التي لا تعي ما تفعل ولا تدرك ما تقدم عليه، والحقد اللاهب عندما يدفعان المرأة إلى ارتكاب الجريمة، والعفاف له المقام الأول في صدر الفتاة. نعم، فلا تتوانى في الدفاع عن شرفها دفاع الشباب عن رجولته وكرامته. وإيه؟ قصة تجري حوادثها في القرية اللبنانية والقصر بين الخمائل والرياحين، عطرتها طهارة الفتيات السابحات في بحر من الأمان والأمال، في قلوب متعطشة إلى المستقبل الهانئ الجميل. المسكر، اللهو، الطيش هوة سحيقة للمنكر والجريمة، لا يقر لها قرار، فالحب يعصر قلبها ويدمع عينيها. والأخلاق المطبوعة على الشر والإجرام لا يطيب لها مقام إلا في وهدة الفساد البعيدة القرار. زهور حمراء، أول فيلم لبناني اجتماعي أخلاقي. زهور حمراء، صراع دام بين رجال الحق وأهل البغاء والمعصية. زهور حمراء، أمثولة الوفاء الصافي وجزاء النذالة المدمرة واللآمة المسمومة. الغيرة الهدامة هي مصدر كل هول ورعب وإجرام، ولا بد لليد الأثيمة من أن تتحطم. زهور حمراء، تمثيل إلين فريحة، جورج تفوني، فوزي ميلان، جوزيف الغريب، حبيب أبي فاضل، نجيب فاتك، أوجيني داغر، عبد الرحمن المياس، أمل، ريما، وغيرهم من الممثلين والممثلات. إخراج ميشيل هارون.